السلام عليكم ورحمة الله، معكم سلوى قناة التفانين سلوى محي الدين. النهاردة هنعمل تابلو. التابلو ده ينفع تابلو زي ما هو كده أو يتعمل فيه علاقات، تتعمل مفاتيح. بأبسط حاجة عندنا هو يعني شبه تابلو كده، عمل فني مش يعني، ومنه عادي التدوير. يعني برضك استخدمنا خشب القطاع اللي اتكسر، وحتة قماش وكرتون قديم، وبرضك فروع ورد قديم. ده شكل برضك كاوتش كده عندي، شبه فاست الزرع. دلوقتي انا عملت دايرة كده، الدايرة دي بأعواد الخلة هقسمها كده، دايرة قماش وبأعواد الخلة، موصلش أعواد الخلة للنص. أعواد مش الخلة، أعواد اللي هي قطنة الأذن دي بشيل منها القطن ومن ناحيتين، أو أي خشب تاني ينفع برضك لو خلة برضك صغيرة أو كده، بس تكون حروفها مش حادة. دايرة تانية هغطيها بقى، هلزقها برضك عليها بمسدس الشمع بنفس الطريقة، دايرة القماش. يعني كده دايرتين قماش فوق بعض، بينهم أعواد القطنة دي بتاعت الودن. شوف أنا هعمل منهم ايه. بالشكل ده بقص كده من الحرف وبجيب واحدة على واحدة، شديني شكل التقويصة دي، بعمل حواليها فرنشة كده. برضك الفرنشة دي بتبدأ عادي عند بتاع الكلف، أو لو مفيش فرنشة في دانتيل رفيع، بس أنا كان عندي فعملتها. كده عرفنا انا هعمل ايه. كده انا عملت شمسية. بقى الشمسية دي انا لزقتها على الكرتونة بطريقة معينة، ودهنتها كلها بالأسود، هي والكرتونة دهنتهم أسود، لون أسود على غيره. لزقتها بميل كده على الكرتونة دي، كرتونة عادية أو أي تابلو عادي. وبعدين دي الخشب بتاع القطاعة، هعمل منه قطعته ومقطع كده، شكله ينفع كده، لقيته جنبين لدكة أو كنبة كده في جنينة. عملتها كده، لزقتهم في بعض كله بمسدس الشمع. كل ده بحاول اعمل ظهر الدكة برضو بنفس الخشب اللي هو بتاع البلانشة بتاعة المطبخ. طبعا لو في منشار رفيع عادي، بس انا عندي جوه هو الخشب سهل جدا ان هو بيتكسر وبيطلع متساوي، فاستخدمتها عادي. اجيني عملت اهو القاعدة بتاعة الدكة والجنبين. كده والجنب التاني
عملت ظهر الدكة. شكلها بقى جميل جدا فعلا، اللي يشوفها يقول فعلا دي دكة في جنينة، فعلا دكة خشب. دلوقتي الدكة دي انا هحاول اعمل لها حاجز كده المكان اللي هي واقفة عليه برضو بنفس الخشب، عشان اعمل فاصل لو حبيت بقى في التابلو اعمله من تحت، احط فيه علاقات كده، علق عليها مفاتيح او اسيبه زي ما هو. المهم ده شكل التابلو، ان هي واقفة على حاجة، الدكة واقفة على خشب، او دي ارضية الجنينة اللي هي واقفة عليها كده. المنظر العام بقى كده، شمسية بالشكل ده ورا الدكة. دي بقى الكاوتش عندي كده، قلت برضك احطها استعملها بدل اناء للزرع، يعني ممكن غطى اي حاجة، ممكن ازازة شكلها حلو او كده. وهبتدي ادهن كله باللون الاسود وعليه غير ابيض. بدهن اللوحة كلها كلها باللون الأسود. طبعا التدليعات اللي ورا دي عبارة عن حتت كرتون كده، بقشرها بردك وخليها مدلعة وحطها بالشكل ده. ده لو عايزين تحطوا نفس التأثير. طبعا أنا بحب أختصر حاجات من الفيديو عشان الفيديو ميبقاش طويل، لكن الحاجات الضرورية أنا بقولها. وطبعا مش هوصيكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك 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 لو سمحتوا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وكل اصحاب اللي اشتركوا متشكرة جدا ليهم واللي بيتابعوني. ولو في اي حاجة بردك انا تحت امركم. لسه انا دلوقتي بدهن اللوحة كلها بالغير الابيض ومعها اللون الاسود. طبعا بعد ما بعمل كده بسيبها تنشف، بعد كده بالفرشة وبرضك باللون النحاسي بمسح الفرشة خالص، وابتدي اعمل بيها التاتشات دي، الطبطبة دي او التعتيق ده. هو بس اللي بحاول يبقى اللون عليه اتقل سنة، اللي هو الداير البرويز بتاع التابلو كده، لكن الباقي كله انا على خفيف جدا جدا جدا. ببتدي ايه بالطريقة دي، ان هي ايه ادي تاتش تاتش كده، امسح الفرشة واعمل بيها مسحة خفيفة خفيفة جدا كده على كل اللوحة. بالشكل ده انا برست كل حاجة في اللوحة، الشمسية والخلفية والدكة ووسط الزرع اللي انا عاملها ورا، شكله باين كده وباين التابلو كأنه قطعة نحاس احمر. بتمنى طبعا يعجبكم.
ان طبعا رأيكم مهم جدا بالنسبة لي. دلوقتي انا عندي بقى ازاي كده من فروع قديمة حطيته في الفازة، دول 3 عواد خلة، ابتدي احطهم مع بعض كده والصقهم الف عليهم ورق من اللاصق ده. وبعد كده عندي حتة سلكة كده بتنيها وعملها شبه الهلال فوقيهم كده، ودي عندي لمبات من فروع اللمبات الصغننة اللي هي قبل كده استعملنا التفاح اللي فيها دي في حاجات تانية، بشيل اللمبات دي الإساس بتاعها كده اللي بيبقى ملون، اللمبات اللي هي بتولع وتطفى دي. وعندي الإكسسوارات كده اللي هي اللي بتحط فيها بواقي الإكسسوارات، دايرة ممكن تثبت دايرة من هنا ودايرة من هنا علشان بحاول أعمل عمود إضاءة. دهنت كله باللون النحاسي وثبت من فوق اللوم اللمبات دي عليه على شكل السلكة الهلال، وابتديت أدهنه كله، ولما ينشف اهو كده بقى عندي عمود. وابتديت لزقته جنب الدكة وبقيت بالشكل ده، وده الشكل النهائي ليها.